ماما صباح النور ريوم. ماما صباح الورد، صباح الضحكة الزوينة. شو هادو؟ انا عاد نقدر نجلس باش نهضر معاكم حتى تليه بعدا فاش يتلاها. المهم غادي نهضر معاكم ان شاء الله في واحد الموضوع، بغيتك خصك تركزي معايا كامله، بغيتك تسمعيني مزيان. هادشي اللي غادي نقولك ان شاء الله غادي يرجع لك بالربح. عندي لكم اليوم واحد فرصه العمل، ولكن قبل ما نهضر لكم على هاد فرصه العمل ان شاء الله، غادي نهضر لك على ثلاثه ديال النقط اختي اللي غديريهم في بالك لاي حاجه غتبدايها في حياتك، ماشي غير عمل، قرايه، خدمه، شي حاجه بغات تونجاجي فيها، شي حاجه بغات تبدايها. ديما بداي بالنيه، النيه واليقين بان الله سبحانه وتعالى غادي ينجحك في ديك الحاجه، ماشي انت باديه، لانه كنشوفها في بزاف ديال الناس كيقول لك ايوا صافي داكشي الناس تطلعوا به. البديه كتكون بنيه خايبه، بواحد الطاقه خايبه، انت داخله اصلا بنيه خايبه، كيفاش بغيتي ربي يسهل عليك؟ فدائما دخلوا بنيه النجاح ونيه انه انا غادي ننجح في ديك الحاجه، لانك كتجذبي الطاقه الزوينه وكتجذبي قانون الجذب. هذا هو قانون الجذب، اليقين بالله سبحانه وتعالى انه غادي يسخر لك الطاقه باش انتي تنجحي في داكشي. والله العظيم العقل ديالنا راه قادر على المعجزات، يكفي اننا نسخروه في الامور الايجابيه وما نفكروش بزاف في السلبيات. ثاني حاجه، سدي ودنك، سدي ودنك على الهضره ديال المجتمع، سدي ودنك على الهضره اللي كتسمعي في لي جروب. حتى واحد فينا ما متاكد وما عارف الغيب فين كاين رزقه وفين مخبي ليه رزقه. حنايا كنديروا غير الخطوه الاولى وربي كيكمل باش ما كتب لينا الله في الحياه كامله. سبب يا عبدي وانا نكمل لك. الفرصه اللي غادي نهضر لكم عليها اليوم هي اوريفلام. اوريفلام بزاف ديال البنات اللي واخدين عليها هذيك الفكره الغالطه ديال كتهزي الكاتور كتبقى كدوري في الزناقي، ولا سي ان انغاجمون اللي انا ما قادراش عليه مثلا واحد الخيره. بزاف ديال النساء اللي كيقول لك انا ما قادراش على كل شهر خصني ندوز كوموند، شكون اللي قالها لك؟ راه ماشي اوبليجي عليك انك دوزي كوموند كل شهر ولا كل سيمانه. انت كتنخرطي في اوريفلام، علاش قالت لك دوزي كوموند كدوزيها؟ ما علاش قالت لكش ما كدوزيهاش؟ علاش قالت لك تقدري راسك؟ علاش قالت لك تزيدي معاك غير الناس؟ يعني كتبقاي ديال راسك كتخدمي بها كما بغيتي، سينو واحد النهار ما بغيتيش باقي تكملي فيها صافي كترجعي للور. يعني حتى واحد ما كيبزز عليك ديري شي حاجه. تقولي ليا انا ما كنعرفش الناس كيفاش غادي نبيع ونشري، انا ما كيعرفني حتى شي حد. واحد المثال اللي عجبني بزاف، انا النهار الاول اللي جيت وحطيت واحد الفيديو في لاشين ديالي، واش كنت عارفه انه غيعرفوني الناس؟ واش كان كيعرفني شي حد ديك الساعات؟ كان كيعرفني لونتوراج ديالي، والديا، صحاباتي، المحيط البسيط ديالي. وشويه بشويه شويه بشويه كما كيقولوا درجه بدرجه، مع المثابره، مع الخدمه، مع انني بقيت شاده في الحلم ديالي، راه شويه بشويه ان شاء الله الله يسهل على كل وحده فيكم يا ربي. غير توكلي، غير توكلي على الله، وغير بداي، وغير ديري الخطوه الاولى، وما تعكزيش ما تعكزيش، وما تخليش المجتمع انه يعكزك بدوك الافكار نيجاتيف اللي كنسمعوا بزاف. شي حاجه بغيتيها بداي فيها، سورتو انه اوريفلام كما كنقول لكم فرصه، حيت ما فيهاش راس المال، ماشي اوبليجي عليك تحطي واحد راس المال باش تبداي، اوبليجي عليك انك دوزي واحد المبلغ معين ديال لي كوموند لا نهائيا. كتخدمي انت وراحتك، تقدري مثلا تولي غير تزيدي معاك الناس في الريزو ديالك وغيزيدوك دي بوين باش تطلعي شي واحد توصل لك المبلغ الشهري اللي غيولي يتصيفط لك كل شهر. والمبالغ البنات اولا التحقيق المادي راه ماشي فقط كيرجع عليك بواحد الاضافه ماديه اللي هي بطبيعه الحال مهمه، كذب على الله حرام. محتاجين فلوس باش نعيشوا، محتاجين فلوس باش نخلصوا المسؤوليات اللي شارج اللي عندنا. هذه من جهه، من جهه ثانيه كتحققي الاحترام الذاتي ديالك، وكتحققي الثقه في النفس مع راسك، لانه واخا دوزك غير 1000 درهم كل شهر كتحسي براسك فرحانه بحال ما عاد شحال وصلك، لانه ما محتاجاش تمدي يدك لفلان ولا فلان، عطيني نمشي للحمام، عطيني نمشي للكوافوره. يعني عندك واحد الاستقلاليه ماديه وكنتمناها لكل مره كتشوفني دابا، لانه خصوصا ربات البيوت. يعني ما ديهاش في راسك بزاف وتنسي اسرتك، وما ديهاش في اسرتك بزاف وتنسي راسك. عارفه عندك واحد القصه ديالك كتحققي فيه احلامك اهدافك، وهي اكيده انه الاهداف ديال كل واحد هما اللي كيخليوه انه يزيد قدام. فبلا ما نطول عليكم في الموضوع، اوريفلام كتبقى فرصه لي زوينه، حتى واحد ما غيلزم عليك واش تقداي ولا ما تقدايش، انت اللي كتسيري هادشي بيديك. انا نخليكم السيده هنايا اللي الله يعمرها دار، واللي تبارك الله عليها، هي واصله في اوريفلام وقالت لي انا كنعامل البنات اللي كيتقيدوا معايا بحال خواتاتي، كنعطيهم الاسرار، كنعطيهم اي حاجه اللي غادي تعاونهم وغادي تفيدهم وغادي تزيد بهم القدام حتى يوقفوا على رجليهم. كما قلت لكم انا نخليكم النمره التليفون هنايا،
والجروب واتساب في اول تعليق وفي صندوق الوصف، تكليكيو على واحد الرابط غيطلع لكم بالزرق، كليكيو عليه غيديكم النيشه اللي عندها في الواتساب، غتشرح لكم كل شيء. فما تعكزيش، ما تقوليش لي عجزت، ما تقوليش لي هذا الشيء ما بقاش واكل، لا نهائيا، توكلي على الله، ما تعرفي واش ربي مخزن لك رزقك حتى انت هنايا، غير ما تعكزيش، عندك تليفون، عندك كونيكسيون، بداي توكلي على الله. راني نشارك معكم هنايا لي برودوي اللي خديت لراسي. اول حاجه كتجي هي لا ليست ديال لي برودوي بالاثمنه، ما عرفتش قلتها لكم ولا لا، ولكن راه ما كتقديش بالثمن ديال الكتالوج، كتقدي بناقص 30%، وهذه شي حاجه زوينه اللي كنتي باغي تقدي راسك، كطيح عليك القضيه رخيصه صراحه. حاجه خديت وهي بارفان بلا كريم ديالها، ها هي واحد الريحه فيها خطيره، هذه اكلانوي كتجي، شوفوا غير الباكاجين ديالها شحال زوين، راه حليت صراحه لانه كنت متشوقه نشم الريحه، شوفوا الباكاجين شحال زوين، والريحه حتى هي صراحه زوينه، الريحه كرهت ريحكم كاملين. واحد الريحه فيها خطيره صراحه، ريحتها زوينه، كتبرد وكتزيد تولي زوينه بزاف. ها شفتوا كيما شديه، ولا كريم ديال اليدين، حتى لا كريم فيها واحد الريحه خطيره، وترطيبها صراحه زوين. ها نتوما راني خدمتها، ترطيبها رائع، غير شويه كتشمي، الله واحد الريحه شحال زوينه. حدا كتكمل الاخرى، زوينين عجبوني. ميسيو خديت ليه هادي اكلاني بوغ لي زوم، ها هي كيفاش كتجي الفلاكون ديالها، هانتوما هادي نسائيه وهادي رجاليه. هادي انا علاش زعمت خديتها ليه، كتبين فيها انها ريحه سوكسيال كتجذب وبزاف ديال الحاجات، فقلت نجربها علاش صراحه فيها واحد الريحه سبيسيال. خديت هذا اللي سمعت عليه بزاف ونصحتني به صاحبتي، هاد الغسول انتيم، غسول انتيم ديال المناطق الحساسه. حاجه خديت هي هذا متوقع انني نخدم، غادي نخدمه ان شاء الله اليوم، هاد لوف ناتور ديال لاماك لوف ناتور ديال بوريفين، فيه جوج في واحد، فيه ماسك وفيه سكراب بالشاي الاخضر واللايم باللي الحامض والشاي الاخضر، ماج وفي نفس الوقت ماسك. هما لي برودوي عن قرب، حيت قبيلات غيكون كيبان لكم داكشي، واكيد كل حاجه كنعطيها وقيتها في حياتي. دابا وصل الوقيته ديال التنظيف، كنعتمد على هاد المنظمه هاد ديال المنظفات، كندير فيها كاع لي برودوي اللي غادي نحتاج كتعاوني. واليوم كانت عندي لاطاش اولا المهمه ديال الحمام، كان عندي الفركه الكبيره ديال الحمام كنديرها نهار نهار لا، سينو كندير ليه التنظيف اليومي الخفيف يوميا، ولا التنظيف العميق نهار نهار لا، ولا نهار يومين لا، على حسب. صافي حكيت هكا لافابو، الا بغيتو التلميع البنات ضروري تنشفوا بانشيفون هكا اللي يكون ناشف. وبالنسبه لهاد الخطوه اللي ضروري تعتمدوها في التنظيف ديالكم ديال المرحاضات او الحمامات اللي هي بكربونات الصودا والخل، غادي تهناو من شي حاجه سميتها الروائح الخايبه، ثقي بيا جربيها وردي عليا، داك التفاعل كيخليك يزيل الميكروبات، كيزيل الجراثيم، كيزيل دوك الروائح الخايبه، اي خل كيما بغى يكون، سواء ديال التنظيف سواء هذاك اللي كنخدموه في الماكله ديالنا العاديه. عمري ما قلتها لكم، ولكن نهار شريت هاد الدار هذه هي المشكله اللي لقيت فيها، هو انه ما دايرينش ليا السيفون، كتسمى السيفون ياك الحمامات ديال الدار، فهذه مشكله كبيره اللي صراحه في الاول فاش يلاه جينا سكننا ما قلبناش ما شفناش، فجبت البلومبي ما خلينا ما درنا، من بعد عاد اكتشفنا انه السيفون ما مديورش، دونك ايفيكتيفمون ابسط ريحه تقدر تطلع عليك. الحمد لله ما كانتش كتكون ديما، ولكن ويا البنات كانت مديرونجياني، فهاد لاستوس عاوناتني بشكل كبير انني نحيد داك الريحه اللي كتكون هكا في الحمام. وفي نفس الوقت راه دابا خاصني الريب، يعني خاصني الريب باش نقاد السيفون، وانا ما نكذبش عليكم مازال ما مستعده لهاد الريب، حفر دير فعل. فحاليا هاد لاسوس مهنياني، ومن زمان ما عانيت من هاد المشكله هادي ديال الريحه. كل مره غسلت حكيت الطواليت كنديرها القادوس كما شفتوا، كنعاون مثلا بعض الحوايج اللي كيعاونوني وغيعاونوكم حتى نتوما في التريح التعطير، اختي التعطير ديال الحمام ديالك، اللي هي طابليت هكا ديال لاشاس، الشيته ديال الحمام تخوي فيها معطر، ولا انا كندير فيها سانيكروا كتفوح الريحه، وكنجي واختي للتعطير، انا كيعجبني نشعل شميعه ندير هاد الزيوت الاساسيه، انا كنديرها بالفلوغ دورونجي كتفكرني بدوك الرياضات، وكتفكرني بسبا ديال لي زوتيل، كتعطي واحد الريحه غزاله، سورتو كنشعلهم كنسد الباب، اون فوا كنعاود نحل الباب كنشم واحد الريحه غزاله بزاف بزاف. فهاد الشيء خلاني نتهنى بصفه نهائيه من الروائح الخايبه اللي كتكون في الحمامات. جربي هاد الشيء وردي عليا الخبر،
خصوصا الناس اللي بحالي عندهم مشكله مثلا في الدار ديال السيفون ولا شي حاجه. المهم الا كتسمعوا شي اصوات ايوب كيلعب حدايا، والله الا مضغوطه يا البنات، ولكن كنحاول نكون حاضره معكم. داكشي تسمحوا لي البنات اللي ما كنجاوبهمش في كومونتير كيبقى فيا الحال، مي والله ما الخاطر راه صعيب عليا نجيغي، واكيد غتكونوا متفاهمين هادشي. كنحاول دائما نخلي لكم قليبات باش تعرفوني انني قريت الكومونتير ديالكم وعجبني. وكنحاول اي سؤال لقيتو في لي كومونتير غنبقى نجاوبكم عليها البنات في لي فيديو. داكشي علاش خليكم معايا، ما تبقاوش تنقزوا في فيديو بزاف، لان كل واحد البنات بزاف كينقزوا الفيديو، ما تنقزوش هكا باش تشوفوا المعلومه من الاول حتى الاخر. حيت ديفا كنكون مجاوباكم على الحاجه وكنجي حتى لي كومونتير كنلقى نفس السؤال اللي انا ديجا مجاوبه عليه في الفيديو. فالمهم سولتوني على هاد المرايه، خديتها من ايكيا، غزاله بلينوكس، ما كيتبدلش اللون ديالها، فيها المكبره ومرايه عاديه، خديتها ب 89 درهم تقريبا وصافي. كتعاون صراحه لا في المكياج لا في الحسنه هكا مثلا الرجال اللي كيبغيو يحسنوا، وكنرد كل حوايج البيضه. درت داك الميزان الطابي وهذا هو الحمام. جيت هنا كنفيريفي لحقاش خاصني ديكورات البنات، حيت الصالون ان شاء الله غنصور لكم يا اما الفيديو ديال بعد غدا ولا الفيديو اللي وراه. هاد الفيديوهات جوج عارفه راسي تعطل، داكشي علاش غادي نخرجكم معايا باش نقلبوا ان شاء الله على ديكورات. البنات لقيتوني كنوجد العشاء، غادي ندير بيتزا. قلت علاش لا، معرفتش واش راك معكم هكا لاباط ديال البيتزا اللي كنصايب. بالنسبه للدقيق عيني ميزاني، نعرف ما كنتش غايقول لي دابا الله يرضي يا امل، ما لقيت امتى تقول لي ميزان، ولكن اش غنقول لكم، ها نتوما سا ديبون نتوما شحال كديروا ديال البيتزا. انا تقريبا هنايا واحد جوج زلايف كبار نقولوا، وهنايا غادي نزيدوا الخميره، غادي نزيد تقريبا هانتو معلقه صغيره ما عمرهاش، شويه ديال الملحه، صوتي بدا كيتبدل ضربني البرد، شويه ديال الملحه، وغادي نزيد فوق الخميره غنزيد فوقها معلقه صغيره ديال السكر باش كتخلينا لاباط ديالنا كتحمر وكتعطي واحد اللوين اللي هو زوين. وبالنسبه للحاجه انا اللي كتخليها كتجي رطبه وكتجي زوينه بزاف هي الزبده. غادي نزيد هنا واحد جوج معالق كبار ديال الزبده عامرين، يعني قد ما كثرتي الزبده قد ما كتجي زوينه بزاف، اللي كيزيد حتى زيت البلديه. صافي غادي نعجن هادشي كامل بالماء دافي. نحطكم هنا نهضر معاكم، هاكم لقيتو في الدار كتكون فريمون لايضه، لقيتوني وجدت البيتزا باش نرجع لكاع خامره غير واخا كيكرا كاين مع بابا، وغادي نخرج غادي نمشي نديكم معايا حتى نهبطو معاكم. حتى شنو وليت ما كنخرج من الليل لليل الليل صافي، حتى كنتسنى راه بيجي يشد الدراري عاد كنخرج انا. المهم ما كملتش معاكم هضره قبيله، كانت الريقاطه نايضه في الدار، قلت لكم غادي نخرج نمشي نشوف. خصني صالون، خصني صالونات، خصني الديكورات للصالون يا البنات، حيت ناويه ان شاء الله هاد اليوم نصورو لكم، ما بغيتش نصورو لكم عاوتاني هكاك حيت ما خليت ما درت هنايا ما لقيت الصراحه شي ديكورات. دابا بان لي واحد المحل قلت غادي نمشي نضرب دويره، ما بغيتش نشري غير باش نتسمى شريت، ما بغيت نشري شي حاجه اللي انا مقتنعه بها وعاجباني، ما فهمتش هذا مخلي الطرق وجاي عندي. المهم ديما غتبقاوني كنسوق وكننقر، قلت لكم ها نتوما يا دوز اخويا دوز الطرق ديالي ودوز، ماشي مشكل ماشي مشكل. المهم قلت لكم ما بغيتش نشري غير باش نتسمى شريت، وانما بغيت نشري وانا مقتنعه، حيت انا انسانه عشاقه من لالا، في كلتا الحالتين عشاقه من لالا، ولكن ماشي بحال الا كنت مقتنعه بداك الشيء واحد شويه كنخليه واحد شويه. ماشي بحال الا شريت الحاجه مزروبه صافي دغيا كطلع ليا في الراس كيخصني ما نحطها، ما كنكونش مقتنعه بها ما حملهاش باغاها امتى تهز. غادي نديكم معايا بانت لي شي حاجه غادي نصور لكم، وجيسبيغ نلقى شي حاجه باش في كلتا الحالات يا البنات غنصور لكم فيديو كي لقيت كيما لقيتو قبلوا عليه كيما كانت وما اللي طلبتوه ليا كيما بغى يكون. يلا نتوما معايا وهنا يا اختي الديسك معايا. المهم صراحه بقى فيا الحال حيت هاد الخرجه ما جابتش نتيجه نهائيا، ما لقيتش داكشي اللي بغيت، بغيت ديكورات اللي يكونوا فيهم واحد اللمسه بلديه مع العصري، لانه الصالون اللي عندي يا البنات ماشي 100% بلدي، فيه الحس البلدي والرومي، حيت عندي دوبل صالون وعندي كنابي في صالون بلدي. راكم شفتوا شنو كاين، فالبنات شوفوا
يا اما الفيديو الجاي ولا الفيديو اللي وراه غادي يكون جوله في الصالون ان شاء الله، وبحول الله غنشارك معكم كل شيء لانه عارفه راسي غبرت عليكم وطولت عليكم على الصالون. ترقبوا فيديوهات جايين، غادي يكون فيديو في الصالون ان شاء الله. غير ما تنسونيش بلي لايك ديالكم بالدعم ديالكم وتشجيعاتكم اللي كتهمني بزاف بزاف. جيت هنا البيتزا مع دخلت لقيتها صافي خمرات، لانه مشيت لشحال من محل صورت لكم غير في جوج. درت هنايا لاصوص طوماط، زدت عليها طون، انا ما كيبغيوش زياد سورتو ما كيبغيش ليا الفلفله والبصله فوق البيتزا، كيبغي غير الطون ولاصوص طوماط والفرماج صافي. انا في الجهه ديالي زدت واحد شويه ديال الكروفات، حيت لا راجلي لا زياد كياكلوا الكروفات، انا بوحدي في الدار اللي كناكل فواكه البحر. المهم حنايا سبحان الله في الدار كل كيلغي بالغا، كل عنده العالم ديالو الخاص، فصافي غادي نصايبها كتجي غزاله. عرفتوا هذه جات بنينه بنينه بنينه، جربوها وردوا عليا الخبر. وها هي ديال البيتزا كيفاش كتجي، كتجي خطيره، جربوها ضروري تجربوها. كاين بزاف ديال البنات اللي ديجا جربوا الطريقه ديالي وعجبتهم. غادي نختم معكم فلوق هنا، ما تنسونيش بلي لايك ديالكم والدعم ديالكم. نتلاقى معكم فيديو ديال بعد غدا ان شاء الله. سلامه، كنبغيكم بزاف بزاف، باي باي.